أحييكم من جديد أعزائي المشاهدين، مساء الخير، مساء المحبة وتحية معطرة نبعثها لكم على الهواء مباشرة أسرة برنامجكم الأسبوعي فنون، والذي سيبدأ من الآن وحتى الثالثة، وهذه دعوة لمتابعة هذه الحلقة الجديدة، فأهلا بكم. مشاهدينا، ردود أفعال كثيرة وردتني شخصيا من مشاهدينا الأعزاء من الكويت وخارج الكويت، يثنون من خلالها على فقرات هذا البرنامج، سواء من خلال الاتصال أو البريد الإلكتروني الإيميل. وأقول بأنه ولله الحمد بأن وراء هذا البرنامج فريق عمل متماسك ومتجانس، وكل واحد منهم لا يدخر جهدا لتقديم الأفضل، سواء من معد هذا البرنامج أو السادة المخرجين. ونتمنى من خلال الساعة المخصصة لفنون أن تقضوا وقتا ممتعا مع كل ما هو جديد في الساحة الفنية، فابقوا معي ومع فنون. إذن ننطلق ونبدأ بفقراتنا، وكل متابعينا الأعزاء والذين تابعوا برنامج فنون لاحظوا بأن كل حلقات هذا البرنامج لا تخلو من أصوات جديدة أو شبابية، وهؤلاء الشباب بحاجة لمن يساندهم ويقف معهم في بداية المشوار، وخاصة من خلال أجهزة الإعلام. وقبل ما أكمل أعزائي، بدي أن أقول شيء، لأن مرات أصادف بعض الأشخاص يقولون يا بركة أنت وليش مرات تقابلون ناس مو معروفين. هذا السؤال المفروض ما ينسأل، لأن احنا في فنون قابلنا أغلب النجوم والفنانين والمشاهير، وفي نفس الوقت لازم ما ننسى أن الشباب اللي توهم في بداية مشوارهم يحتاجون إلى الدعم والمساندة من خلال برنامجنا والبرامج الأخرى في تلفزيون دولة الكويت. نعتقد أن كل النجوم بدأوا وهم صغار، عشان كذي أبي أقول بأن مساندة هؤلاء تظل من مهامنا الإعلامية. وإحنا اليوم في برنامجنا نبي نبدأ أول فقرة مع شباب ما نشوفهم على الشاشة وطلعتهم الإعلامية قليلة جداً، وهم فرقة كويتية تشكلوا منذ فترة، وأكثر أغنياتهم من هذه الأغنيات التراثية المأخوذة من التراث، فطوروها وغنوها في خلال ألبوماتهم. خلونا نروح للفرقة في الاستوديو ونشوف هالتطوير وهالتراث شلون صار. عزيزي المشاهد، نرحب بفرقة الأنوار معانا، نتعرف على شباب الفرقة. خالد، يا هلا، سهلا فيك، الله بالخيرات، يا هلا، حياك. مشعل، مساك الله بالخير. خير، يا هلا. أيضا فهد، مساك الله بالخير. خيرات، يا هلا. محمد، مساك الله بالخير وحياك الله. وأنا أقول لك أيضا مساك الله بالخير. نرحب فيكم، حياكم الله ويانا. خالد، كلمنا عن فرقة الأنوار. أمس الساعة قبل شوية ما أنا دردشت وياكم قبل شوية، كانت ضمن دردشتنا أن ما شاء الله أنتم صار لكم 7 سنين ويا بعض، لكم ألبومين في السوق. اي والله، لنا ألبومين ان شاء الله، هذا الالبوم الثالث اللي قاعد نشتغل فيه، ودشيتوا علينا حياكم الله، وان شاء الله قاعد نشتغل فيه على اساس انه ينزل، راح يرى النور ان شاء الله قريبا، ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله تكوينكم مع بعض كفرقه صار لكم 7 سنين. نعم،
والله هي الفرقة صار لها 7 سنين. أول شيء محمد أخوي وفهد هم، إحنا كلنا أخوان، ما في أخوي ما أخوي، وأنت خامسنا راح تكون إن شاء الله بإذن الله. وما أعتقد إن ما لقينا يعني الصعوبة إن نكونها، لأن على قلب واحد، وشايف تقريبا العمر شباب ما شاء الله عمر واحد، يعني ما في واحد أكبر من الثاني واحد أصغر، والفرقة عامة ما في كبير وصغير عندنا إحنا يعني إن شاء الله. خالد دورك في الفرقة؟ عازف كيبورد. اي نعم، اورج بالضبط. ممتاز. انتقل فهد، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. هلا، انت شو تعزف في الفرقه؟ درامز طبعا. درامز. اي نعم. ممتاز. انت شاركت وياهم في الالبوم اللي فات بالدرامز كلها وتركيباته و... طبعا في يعني في شغلات فرقه الانوار. اي نعم. ايش تعني لمحمد فهد؟ الفهد عفوا. والله ايش اقول لك، طبعا هذه مرتبطه، اعتبرها شخصيه يعني، عرفت شلون؟ كل واحد له شخصيته، انا شخصيتي كفرقه يعني واشوف نفسي فيها، وما اقول انها بس اقضي وقت، لا بالعكس يعني اعتبرها ككل شيء لي يعني. الله يوفقكم ان شاء الله. اعتقد محمد مساء انت ما شاء الله عليك كنت مشتط وفلوسي خسرتها واتصالات عشان اطلع بشيء جديد وعشان ابحث عن الجديد. كله فدا طال عمرك. كله فدا. محمد حماسك قبل شيء شفته جدا باين وواضح مع فرقتكم فرقه الانوار، يعني يمكن كنت تبحث عن شيء من فتره ولقيته. صحيح والله كنت ابحث عن شغله، ودائما احنا نبحث يعني مو اليوم وأمس، لا دائما نبحث عن الجديد، ودنا نطور، ودنا نسوي شيء يسعد الجمهور، والجمهور لما يسمعه يتقبله بروح معنوية يعني. فالحمد لله حصلت عليه يعني، حصلت عليه يعني. نقدر نقول محمد إن شاء الله في الـ 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 الألبوم القادم راح يكون هناك شيء جديد بإذن الله، تقدر تضيفه فرقة الأنوار. فعلا إن شاء الله راح يكون في شيء جديد، ونتمنى إن شاء الله يعجب الجمهور كله، كلكم يعجبكم إن شاء الله، لجميع الفئات. طبعا الألبوم احنا مسوينه لجميع الفئات، مو فئة محددة، لا لجميع الفئات مسوين هذا الألبوم إن شاء الله. وأتوقع لنا إن شاء الله راح يكون ألبوم وايد قوي، وإن شاء الله يرى النور قريب إن شاء الله. الله يوفقكم فيه. مشعل أسمع الغنية هذه، خلنا سامعها. تركي معاكم ياهل فيها عدل، منو هالياهل؟ هذه دانا ياهل بنت خالد. خالد بنتي؟ لا بنت خالد. خالد اي فابناها، وما شاء الله عليها استيعابها قوي يعني. اي قعدنا. هذه اغنيه قديمه طورتوها انت؟ اي هذه اغنيه قديمه وطورناها، طبعا هي سامري فطورناها على ليوه، فحبينا نجدد يعني. الله يوفقك. خالد، في ظل التنافس اللي موجود ما بينكم بين الفرق الاخرى، يعني احنا عارفين ان هناك فرق كثير من الفرق، وانتم من ضمن هذه المجموعه من الفرق يعني الموسيقيه، احنا نعرف ان الفرقه الموسيقيه قد تكون لفئه معينه، يعني اطار الفرقه يختلف عن اطار الفنان لما يكون يغني بروحه. سليم كلامك. تنافس فرقه الانوار مع الفرق الثانيه؟ والله التنافس شريف انت عارف، لكن كل فرقه تقدم اللي عندها والحكم حق الجمهور، وما اعتقد تنافس فيه عيب، ما اعتقد تنافس شريف، ما في اي شيء. وبالأخير احنا نمثل اسم فرقة كذا الكويتية، اخوان، تنافسنا نجحنا ما نجحنا اخوان، الفنانين الفرق كلنا اخوان، وما تنافس شريف طبعا. يا ولد
لما نسأل الفنان خالد المسعود عن أكثر أغنية يعتز فيها من خلال ثلاث ألبومات الغنائية اللي طرحها، يذكر دائما بأنها أغنية نفحة عطر، هي كلمات فيصل دويسان والحان دكتور أحمد الحمدان. هذه الأغنية بمثابة بطاقة التعرف للجمهور، تعتبر الأغنية الأكثر انتشارا لخالد المسعود. عشان كذي وبعد تحضير الألبوم الرابع لا يزال يذكر أن هذه الأغنية الأكثر قربا له. خالد المسعود عادة يكون بعيد عن وسائل الإعلام، وحتى الكليبات الخاصة فيه قليلة ومعدودة. حاليا هو يوميا في الاستوديو لإنجاز الألبوم الجديد، تعالوا معنا هناك تحاور مع خالد. العذر قلت لك لا ما أبيك، يكفي هموم وتعب يكفي كدر، لا تجيني ووعدك لا ما جيت، خليني بروحي تعودت السهر. العذر لو قلت لك لا ما بيك، يكفي هموم وكدر يكفي كدر، لا تجيني ووعدك لا ما جيك، خليني بروحي تعودت السهر. العذر العذر لو قلت لك لا أبي. عزيزي المشاهد، رحب في فنان خالد المسعود، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. للحين ما تعزف؟ لا انا والله ماني قوي بالعزف، بس يعني عندي ما شاء الله خيرة الشباب يعني. الله يعطيك العافية. طبعا نرحب في الملحن جاسم الخلف، مساك الله بركات، حياكم الله. لمساتك واضحة مع خالد. في نعيد مرة ثانية، شلون لاحظتهم انا عزيزي المشاهد لهم مصطلحات معينه في تفاهمهم مع بعضهم. خالد اكيد قاعد تحضر حق البومك الجديد، وانا شايف فيه جمل لحنيه ممتازه قاعد اسمعها الحين وياك. الحقيقه بالنسبه لهذا اللحن طبعا كلام الشاعر ناصر الميع، ولحن اخوي جاسم الخلف، اعتمدنا فيه. يمكن يعني انا لحد الان ما اتفقت مع جاسم من الشكل النهائي، بس ممكن يكون فالت يعني بيانو، ممكن عود من غير ايقاع يعني، لان موضوع الكلاسيكي رائع. كلاسيكي ايوه. فالتنويع مهم يعني، وعندنا شغلات ثانيه يعني حاليا قاعد نجهزها يعني، وان شاء الله يعني انا ودي يعني تحوز على اعجاب الناس. نتمنى. خالد كلمنا عن الالبوم بشكل عام. والله الالبوم يعني يضم ان شاء الله يعني، انا للحق الادبي بس بذكر الاسماء الموجوده معي تقريبا يعني اللي معتمده، واللي بعد ما اتفقنا معاهم يعني هذا لها ان شاء الله كلام ثاني. بس انا معاي ان شاء الله جاسم الخلف من كلحن، معاي ايضا فوزي عبد العزيز ملحن جديد، وكذلك معاي فهد الناصر كلحن، معاي من يعني من الشعراء عبد الله الحذران، ناصر الميع، وان شاء الله مجموعه يعني تبشر بالخير يعني. خالد في اول البوماتك كنت تغني اللون اللبناني مثل يلي جمالك ايه، ويعني تقريبا اتجهت الى هذا اللون. في الاونه الاخيره بديت ترجع للون الكلاسيكي. إيه. اتجاهك له ليش؟ يلي جمالك ايه يوم عن يوم بتحلوي، حسنك ما له نهايه مثل الشمس اللي بتضوي، يلي جمالك ايه يوم عن يوم بتحلوي، حسنك ما له نهاية مثل الشمس اللي بتضوي. بالنسبة للأغنية اللي جمالك ايه، هذه تجربة وفكرة كانت في بداية مشواري، ويعني قلنا نتطرق لها يعني بالشكل اللي طلعت عليه، تحقيقا لنوع من الانتشار يعني. والحمد لله يعني انا شايف ان موضوعها يعني سلس، وتقبلت الناس بروح طيبه يعني. ان شاء الله تتقبل ايضا. بس هذه تجربه يعني، انا ما اعتقد يعني اكررها الا اذا كانت فكره ثانيه تختلف عنها تماما
وبكلام آخر طبعا وبلحن مميز ثاني ممكن يعني، إنما تشابه الأفكار هذه الأيام مشكلة يعني. طيب أتجه إلى الملحن جاسم خلف، هذا ثاني تعاون لك ويا خالد عدل؟ إيه نعم، تعاونت معه في شريط لي قبل هذا في أغنية ردينا على طيري اللي، وهذا شريط ثاني في صدد التجهيزة يعني حاليا. إحنا في لحن واحد بس راح يكون تعاونك معه؟ والله حاليا احنا قاعدين نحط الخطوط العريضه يعني، حاليا اللي برز معانا لحن يعني بالشكل العام كلاسيكي يعني. طيب جاسم شنو اللون اللي انت مختاره حق خالد؟ والله انا شريط اللي فات كانت اغنيتي سريعه شويه، خبيتي ايقاع خبيتي، فانا الحين نقيض يعني كلاسيك، وهذا هو جوي على فكره يعني ككلاسيك يعني. يعني انت ما شاء الله نقدر نقول ان الملحن جاسم خلف يتميز باللون الكلاسيكي؟ والله تقريبا يعني. لا تنادي بصوتك ما ظن اسمعك، لا تنادي بصوتك ما اظن اسمعك، المسافة حبيبي المسافة حبيبي بعيدة، بعد السحاب بعيدة، بعد السحاب. عشر. وينك أول يا روحي قبل ما ودعك، يا ما عشانك ذقت العذاب، وينك أول يا روحي قبل ما ودعك، يا ما عشانك ذقت العذاب، ذقت العذاب، ذقت العذاب، ما سمعت الكلام يوم قلبي معاك، ما سمعت الكلام يوم قلبي معاك، انت خليتني انت خليتني ضامي اتبع سراب، ضامي اتبع سراب. جميل، يعطيك العافية خالد وجاسم. أيضا العود كان له دور جدا أساسي ورئيسي في الأغنية اللي سمعناها بصوت خالد المسعود. خالد شنو أكثر أغنية تعتز فيها في مشوارك الفني؟ طبعا من والله شوف يعني، هو طبعا في البدايات دائما الأغاني تعلق عند الواحد يعني، كونه بادي توه في المشوار. فالحقيقة أنا عندي من شريط نفحة عطر، أغنية نفحة عطر طبعا أعتبرها انطلاقتي يعني، اللي يعني يمكن وصلت لي، وصلت صوتي للناس بشكل صحيح تقريبا. هذه دائما لما تسمع ردود فعل الناس خلاص تستانس على أن هذه الأغنية فعلا هي اللي وصلتي، فهذه الأغنية فعلا أعتز فيها. نفحة عطر فوار في كفوفها، وشوق ربيع ارتاح في عيونها، نفحة عطر فواح في كفوفها، شوق ربيع ارتاح في عيونها، قطر الندى والهان لخدودها، ولون الفجر هيمان في دروبها، قطر الندى والهان لخدودها، ولون الفجر هيمان في دروبها، ولما تمر كل الزهر ياخذ عطر من عطرها، ولما تمر كل الزهر ياخذ عطر من عطرها، من عطرها.
كثير من فنانية الخليج وأقدر أقول بعد من الوطن العربي يحبون ويفضلون تصوير الفيديو كليب مع مخرجين من الكويت، وإحنا ولله الحمد عندنا شباب وطاقات يثبتون دائما إمكانياتهم. يعني يمكن إحنا هنا في الوسط الفني كل ما نسأل مخرج عن الجديد يقول بأنه يقوم بعمل مونتاج لأغنية الفنان الفلاني، وأيضا يجهز لوكيشن لفنان آخر، يعني عمل متواصل. وهذه تحية لكل مخرجينا. عندما أخذنا كاميرتنا وتوجهنا لأحد الاستوديوهات لإجراء لقاء مع الفنان حمود ناصر، تصادف هناك وجود المخرج محمد سعود المطيري والفنان السعودي الشاب يحيى عمر. فأجلنا حمود 10 دقائق عشان نتعرف على هذا التعاون اللي يجمع يحيى عمر والمخرج محمد سعود المطيري. خلينا نشوف هذا التعاون اللي جمعهم. على بالك بترضيني بكل ما ينظر عيني، على بالك مثل أول تغير كل شيء فيني، على بالك على بالك يوه على بالك. السلام عليك، نرحب فيك مطربنا يحيى عمر فنان سعودي، أهلا وسهلا فيك في الكويت أولا وبين إخوانك، ونرحب فيك في برنامج فنون. شكرا أخوي بركات، وأنا سعيد جدا بالاستضافة الطيبة هذه، وشرف كبير لي أني لأول مرة على شاشة تلفزيون الكويت وبين أخواني وأهلي في بلدي الثاني الكويت. يحيى، ألبوم ما أعتقد هو الأول، وعلى حسب ما دردشنا معك قبل اللقاء كان الألبوم الثالث، وإن شاء الله يعني راح يكون يلاقي حضوره مع المستمعين في الكويت. كلمنا عن هالألبوم عمر اللي يعتبر الشريط الثالث بالنسبة لك. ألبوم يحمل عنوان اسمي يحيى عمر 2000، طبعا تعمدت ما حطيت اسم أغنية كاسم رئيسي للألبوم، لأن في مجموعة أفكار عاملينها وفي نفس الوقت ما تودك تزعل أحد. يعني لو حطيت أغنية معينة يقول الثاني ليه ما حطيت أغنيتي أو شيء. نعم. الألبوم يحتوي مجموعة 9 أعمال، في منها تعاون مع شعراء معروفين مثل الأستاذ محمد القرني في أغنية إلا أحبك، وتعاون مع الملحن صالح الشهري في أغنية مزاجي صعب، ومجموعة شباب، وفي 4 ألحان من عندي أنا اللي عاملهم. ممتاز، دخل علينا محمد سعود، حياك الله مخرج محمد سعود، نرحب فيك، أهلا وسهلا فيك، حياك الله أبو شهد، تفضل. لا يقعد يمني احنا بنشوف الأذية الحين مع محمد شلون كانت. اللي عرفته من الموعد محسن العلوي ان محمد صور لك أغنية من هالألبوم. نعم. الظاهرة انا عملت تليفون للأخ محمد من الرياض وقلت له ودي أصور أغنية فيديو كليب، فاخترنا القاهرة. فأنا رحت ولحقني بعدين، جلسنا عملنا فكرة بسيطة، وأول مرة طبعا أتشرف بالتعاون مع أخوي الكبير محمد سعود المطيري، بس ما كنت متوقع أنه صعب التعامل، صعب في الشغل، أما بعد نهاية الشغل وقبل الشغل خوش ولد، بس بالشغل صعب جدا، صعب التعامل معه. لا بس ما في صعوبة، شنو الصعوبة كانت؟ لا في شوية مواقف حصلت أثناء تجهيز المكان مثلا. تجهيز المكان مش عجيب، المكان تعبنا مسكين، واقف تيك تيكين ثلاث، يمكن كل أغنية مدتها، الأغنية هي كم مدتها؟ 4 دقائق. أربع دقائق وعشرين. أربع دقائق ونعيد 4 دقائق ونوقف نص ساعة عشان يرش الماي هذاك بالهوز. مطر. تخيل عاملين إفكت. محمد اللي أفهمه من كلامك أنت يحيى إنه هناك فكرة في الفيديو كليب. طبعاً إحنا عملنا فكرة إيحاء لها يعني كأغنية. طبعاً التصور كان على أساس إن في حبيبة وكان الظاهر مدلعها يعني. وتغيرت وبعدين الأحوال. تغير الأحوال يعني صار السيد يعني فيعني هذاك أول يعني هذاك أيام الرخاء أيام يعني. كنت أدلعك وكذا وعملت جو فصلت فيه إن هي بعالم أعصار وزوبعة وتيهان وهو في ركود والخلفية تشهد الواقع اللي هي مرت فيه البنت يعني. فعملنا إيحاء إصغاط بسيط على طرح الفكرة يعني، وهو ما قصر يعني، هم عطى من عنده يعني، وكان ذكر إن أنت تعبت جاوب يعني كان أنا ما أدري أني تعبت لأنه ما بين الحكي هذا إلا بعد التصوير، ولا أقول له كيف الحال، يقول لي أوكي مبسوط أنا شو الوضع، يقول لي لا معالك شغل، يقول لي تصرف.
غير كل شي فيني على بالك بترضيني بكل ما ينظر عيني على بالك مثل أول تغير كل شي فيني وعلى بالك على بالك وقلبي لك غدا ناس على بال مثل أول عدك من عدناس تغير صوبك حساس وقلبي لك غدا ناس تغير صوبك حساس وقلبي لك غدا ناس على بال مثل أول عدك من عدناس شوف من اللي قاعد هناك احمد الشمري وطارق العلي كنا مناطرين باص مساكم الله بالخير طارق شلونك شو اخبارك هلا احمد شلونك شو اخبارك احنا ناطرين تعالوا شيء عند الاضاءه عشان تطلع الصوره واضحه صدناهم مضمون حبي لك أول أغنية يطلقها الفنان حمود ناصر من خلال مهرجان النطائر. هذه الأغنية أخذت انتشار بعيد وحازت على إعجاب الكثير من الجمهور اللي حمود نفسه ما كان يتصور هذا الصدف. بعد ذلك حمود فكر في طرح ألبوم غنائي متكامل، وهم كان حمود متخوف من هذه التجربة، ولكن ولله الحمد الألبوم نجح ولاقى حضور وانتشار واسع. هل نستطيع أن نقول بأن حمود محظوظ؟ أو نقول بأن حمود صوت جميل؟ أو نقول حمود ذكي في اختيار الأغنيات؟ أو كل ما سبق على بعضه؟ على كل حال نحن نبارك لحمود نجاحاته المتتالية. قام بتصوير أغنيتين من ذلك الألبوم، ولكن الأغنية الثالثة صورها وخصصها لبرنامج فنون، وهو متابع جيد على فكرة لهذا البرنامج. تعالوا معاي لحمود والموزع عمار البني في الاستوديو، وأنا كنت وياه. La 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 la
ما شاء الله عليك يا حبيبي ما شاء الله عليك تغزل عيني نظراتك تغزل عيني على طول قلبي وروحي وعيني فكروا فيك على طول قلبي وروحي وعيني فكروا فيك. عزيزي المشاهد خلنا نطلب الكاميرا. لقاء اليوم راح يكون لقاء مميز نوعا ما يختلف عن اللقاءات اللي انتم شفتوها من قبل. شفتوا حمود ناصر عمار البني موزع فني وموسيقي وايضا عندنا حمود ناصر مطرب شاب طرح البومين بالساحه الغنائيه. مساك الله بخير حمود. ما ودي ابدا في مثل اللقاء نرحب فيك فنون والى الاخر لا، لكن راح ادش معك على طول في الموضوع. اغنيه جديده اكيد. نعم كلمني عن هالاغنيه. والله طبعا الاغنيه هذه من الحان استاذي عمار البني وكفكره وموضوع جديد لحد الان قاعد يحضر فيه الاستاذ عمار، وراح تكون يعني الكلام كفكرته مغربي يعني مو كلام كويتي، بس ان شاء الله يعني كثر ما نقدر يعني قاعد نحضر له يعني للحين. يعني اسمحني بس اقول معلومه للساده المشاهدين، ترى حمود ملحن ومطرب وايضا كاتب في نفس الوقت. انا سمعت طبعا كلام ترى من بشار قبل شوي قال لي انه ما شاء الله انت ايضا كان في دوت ما بينك وبين بشار من قبل. البال ايش معنى عقب هالفتره تقريبا صورتها اللي احنا نعرف انه دائما يصور الفيديو كليب قبل لا تطرح الاغنيه مثلا او يتزامن مع نزول الالبوم عشان مثلا تعطي قوه للاغنيه، لكن انت الحمد لله الاغنيه ضربت معك وهم صورتها، ليش؟ والله اساسا يعني من البدايه يعني من قبل لا ينزل الشريط كنت خايف ان خايف من هالاغنيه بالذات يعني بس يعني نطرنا لما يعني لمعت بالشريط، وأذكر في كلمة قال لي إياها عمار البني قال لي حمود هالغنية أنا ما أدري ليش أحس فيها شيء، يعني فيها شيء راح يصير يعني، فكنت متخوف جدا خاصة من هالغنية، والحمد لله بالعكس فعلا يعني هذا لين نظرته يعني صح الإنسان، ها ما ليش أنا أثق فيه يعني. ذكرت قبل شوي إن أبوي روحي عمار ما نبي نكبر عمار لكن نقول أبو روحي لعمار. عمار شطات غريبة على البال والحين قبل شوي مغربي، إيش سالفتك مع هالشطات؟ والله يعني أول شيء أحب أرحب فيكم، أهلا وسهلا فيكم في تلفزيون الكويت وفي برنامج فن فنون. طبعا هي مو شطات يعني حمود بحد ذاته هو شطه يعني هو بحد ذاته مجازفه حمود نفسه هو شطه يعني ما شاء الله عليه يعني من الاصوات الجميله جدا والاصوات اللي انا جدا اثق فيها يعني. وطبعا الجمهور هو اللي يحكم يعني والحمد لله حكم صح على حمود ناصر، وان شاء الله يعني يكون عند حسن ظن الجمهور دوم وانا اكون عند حسن ظنهم دائما ان شاء الله. ان شاء الله سالفه المغربي. والله حمود نوعا ما يعني يعني مثل ما انتم شايفين يعني نزل ألبومين وخلال ألبومين ما في ولا أغنية مغربية، فأنا أحس أن الجمهور المغربي يعني لا فن جميل وقريب على فننا يعني نوعا ما يعني في اختلاط ثقافي بين الفن المغربي وفن الكويتي عموما، فما في مانع أن مثلا ممكن نخلط الفنين ونقدم شيء ان شاء الله يعني يعجب الجمهور، وهذا فن طبعا انت تدري يعني لغه عالميه يعني ما لها جنسيه او هويه محدده يعني كله فن، والفن ان شاء الله يعني يكون جميل، اهم شيء انه يكون جميل هذا اهم شيء. اكيد حمود من اسبوعين احنا ندق لك تليفون يا حمود وينك يا حمود نبي نكلمك يا حمود ابي نصور وياك تعال كله مشغول ومو فاضي. شنو سالفة هالانشغال وهالفيديو كليب اللي انت صورته؟ احنا عارفين ان انت منشغلك في الفيديو كليب اللي انت صورته، لكن حمود شنو الاضافة الجديدة ومنو صور لك هالفيديو كليب؟ والله طبعا المخرج جديد، المخرج لبناني اسمه جون كلود ديب،
فهو المفروض يكون اليوم موجود يعني لو هو صديق اساسا يعني، بس صارت له ظروف ما قدر ان الموضوع انه هو اول فيديو كليب يخرجه، فكنا متخوفين جدا من هالموضوع. من البدايه كنا مع بعض وقعدنا يمكن شهر تقريبا نسوي بروفات على الاغنيه، وفي رقصات معينه، في يعني في شيء جديد يعني. قلبي وانت بعيد
جميل جدا. نواصل معاكم فقراتنا. الفقرة القادمة صورناها أمس بالتحديد الساعة 8:00 مساء عند أحد المجمعات، عندما اتصل معدنا محسن العلوي بالفنان طارق العلي ليستغل الجديد ويتعرف على آخر أخبار هذا الفنان. طارق قال له إنه هو الحين يكلمه وهو في الشارع بجانب أحد المجمعات، وهو الفنان أحمد الشمري. وصار لهم تقريبا نص ساعة واقفين على ناصية الشارع ينتظرون المخرج عبد الله السلمان. مخرج فنون قال ليش يا جماعة ما ناخذ كاميرتنا ونروح هناك؟ تعال يا بركات، تعال يا محسن العلوي، تعال يا جابر المروان والمصور وياهم، وهيا بنا إلى طارق العلي. رحنا هناك وشفناهم واقفين في الشارع، تعالوا معنا شوفوا شو كانوا واقفين طارق العلي وأحمد الشمري. عزيزي المشاهد، مثل ما قلنا لكم فنون دائما وراء الأخبار الفنية، لكن هالمرة تعالوا ياي شوف 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 من اللي قاعد هناك، أحمد الشمري وطارق العلي. كنا مناطرين باص. قلت النهضة ها؟ قول من أول. تعال حبيبي تعال قول تعال. شدي منا يا اهل بلير والعقارب اللي عندنا. طيب حاج طلع لك شديد تعلى مثل هذا. روح هاي هاي شد. احمد الشمري وطارق العلي قاعدين على طرف السور احد الاسواق التجاريه. طارق ايش تنطر؟ احنا ناطرين باص، بس باص عبد الله السلمان عندنا قاعد نصور المسلسل الخطر معهم دائما، وناطرين. طبعا احنا عده لوكيشنات كلها تصوير خارجي، فتونا خلصنا من شرق جراجات شرق مطارده عافيه متهم ما صدت للحين. زين، فالحين عبد الله بيمر بالباص. قلت له زين على ما تو من الشرق انا عندي شغله بالمجمع بشتري بوك وهذا، فقلت حق احمد مش معي. فقلت له خلنا نطلع. قلت لهم احنا ننطركم هني في اجزام المدخل هذا. ما شاء الله طارق، احنا سمعنا الخطر معاهم وتكلمنا عنه في برنامج فنون ونطرنا، بس للحين ما شفنا ما صارت الخطر معاهم. احنا خايفين عليكم الخطر. الحقيقه نوعيه من المسلسلات تحتاج جهد كبير، يعني ما هو مثل لوكيشن واحد او لوكيشنين مثل الدراما العاديه. هذه يمكن نسميها اكشن، دراما الاكشن، بوليسي، شيء جديد. طبعا هو يمكن الاخ عبد الله السلمان عمل قبل هالمره اثنان على الطريق، لكن هذه الان غير نظام، يبرز دور رجل المباحث والادله الجنائيه، شلون يتوصلون للمجرم، شلون يخاطرون بانفسهم بارواحهم. يعني المجهود هذا الكبير اللي يبذل علشان يصيدون هالمجرم، مسرح الجريمه يتعاون معانا طبعا، الصوره كامله. اي طبعا. وايضا يعني من الاشياء اللي اكتشفتها من خلال تاديتي شخصيه، طبعا انا دور ضابط ملازم اول، طبعا ها شو انا ملازم اول. كلهم بركه الحقيقه، الافراد او ضباط، ان في ناس التعاون ايضا مع رجال المباحث، يعني مثل الاخ احمد دوره مخبر. زين بنيك المخبر، بنيك بس مخبر شوي لك عليه، يعني مستهتر شوي. لا لا مو مستهتر، يخاف يعني. ايضا في ناس تتعاون مع رجال الامن، يكون ايضا كمرشد لهم، ك يعني انه في هالمكان في مخدرات، يغامر بنفسه على اساس انه يساعد رجال الامن في انهم يقبضون على المتهمين. احمد الشمري، شفناك في اكثر من دور ويا طارق العلي، مسرحيات ومسرحيات مسرحيات 2000 لا تنسى. وشفناك ايضا في مسرحيات فضيحه ام مهمة مع طارق العلي. دورك في هذا المسلسل؟ طبعا دوري في هذا المسلسل هو مخبر. المخبر هذا مهمته انه يجاوب مع العصابه، يقعد وياهم ويعرف شنو تحركاتهم، حيث انه يروح يبلغ رجال الامن. عرفت شلون؟ مدني طبعا. اي طبعا مدني. طبعا المخبر على فكره هو مخبر زين، بس يوهق بالاحداث بتشوفون احداث المسلسل. مخبر وبنفس الوقت يعني اهم اساعدهم واقول لهم، بس ترى مخبر خواف. اي قاعد اقول لكم الحين. وعرض نفس الخطر طبعا، لكن كله عاد مساعدة رجال الأمن، هذا شيء بعد ضروري يعني. طيب المفارقة ما بين هالشيء، يعني طارق أنت أيضا يعني ما بين كوميدي ما بين بوليسي ودرامي نوعا ما. الفنان لازم يلون،
يعني حتى يمكن اتكلم عن شخصي انا، اعوذ بالله من كلمه انا، لازم الون بادواري عشان لا تملني. يعني انا من الايام في تلفزيون سلطنه عمال عرض لي مسلسل، عرض في الكويت طالب و... وايضا الايام عرض لي ايضا مسلسل ان انا زوج ازوج ثلاث حريم مع الفنانة القديرة انتصار والأخت الفنانة سماح، وأيضا من معانا وجه جديد شاب نسرين. قبل فترة شفت لك أنا في أبوظبي أعتقد هم مسلسل اللي مثلته كونك طالب ودرست، هذا أيضا لون ثاني. الفنان لازم يلون، الممثل لازم يلون. خذ أجوة أحمق طارق، في خبر سمعناه على الطائر ان في مسرحيه جديده لطارق العالي، ما ادري بالكويت بقطر البحرين. شوف الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالى، صدقنا بفضل الله صار طيب. وانا لاحظت هالشيء مو بس حق طارق العلي، وانما حتى مجموعه شباب اسماعيل شعبان احمد خالد العجيرب احمد العونان، هالمجموعه الشبابيه اللي اشتغلوا معي مسرحيات 2000، ابو هلال ايضا لا ننكر وجوده ايضا، صار لهم صدى بالخليج. فلما رحت عند الاخوان القطريين الحقيقه كلموني ان نبي نسوي عمل شيء مشترك. على طول طار بذهني مجموعه الشباب اللي انا تبنيتهم او اللي اشتغلوا معاي وهذا، فارتاح معاهم. ننطر ايضا يرد بالسلامه الفنان محمد راشد العقروقي ان شاء الله، اذا الله كتب له ان شاء الله الرجعه السريعه راح يكون يشارك معانا، واذا بعد على حسب الظروف الصحيه. هذول الشباب ايضا راح استعين فيهم معاي في قطر، وايضا للجمهور السعودي ان شاء الله وعد، احنا وعدناهم ان راح نعمل مسرحيه طفل لهم والأخوان في السعودية. الحقيقة خصوصا شكر خاص لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد، الحقيقة فتح أبواب لنا وقال طبعا أي عمل يخدمنا ويخدم الطفل، عاداتنا وتقاليدنا التربوية هذه، وأيضا على حسب النظم اللي متبعة عندهم في المملكة العزيزة عندنا علينا، فراح نعمل ايضا للطفل السعودي والطفل الخليجي ايضا راح نعرضها بالكويت. قاعد نخطط نعمل عمل مسرحي خفيف اسوة بزملائنا اللي سبقونا، طبعا عبد الناصر زاير عمل قبلها مسرحيات في الشرقية، احنا ايضا يمكن نروح الطايف يتجولون، يعني اذا مو الصيف هذا الصيف الجاي. الشاعر سالم سيار متمكن من أدواته، يمكن اللي يسمعه أو يسمع قصائده وأشعاره ما يبي يغفل لحظة، والأجمل من ذلك انفعاله واندماجه في القصيدة اللي يلقيها. سالم سيار كتب الكثير، وتميز هذا الشاعر من خلال مشاركته بأحد أمسيات مهرجان هلا فبراير 2000، وشد انتباه الجمهور من خلال قصيدة اللي كتبها على الوطن. من خلال أيام قليلة انتهى من كتابة قصيدة جديدة، ولكن هذه المرة غزلية، وقال إنها من نصيب برنامجكم برنامج فنون، نبيكم تسمعونها معنا. باعتقادي كل ما هبت حروفي من اللسان أكسي أنثى زعفران. باعتقادي من هو قال باعتقادي؟ إي نعم أكسي الأنوثة زعفران. بنت بنت في العشرين أنتي فارغة ما بك ندى إلا قطرة، لا وربي قطرتين في شبابيك الأماني، اقفزن أربكن درب الثواني، وشفت بك حراس كسلة كانت عيونك فصول، لا ظلمتك كانت عيونك حقول، لا فصول لا حقول فصول حقول، مدري وش كانت عيونك، الناس يا ست بثواني 1000 رمشة يرمشون، وانتي في 1000 الثواني يلا يلا ترمشين، شفت بك حراس كسلة وكنتي انتي ترجعين، 1000 خطوة للورا خطوة خطوة للورا خطوة ولا لا ورا، ما بعد هذا ورا قلت اغاني، هاج صوتي هاج صوتي امسكيه امسكيه
امسكيه في تعرق كل خوفي وابلعه خفت منه تزلقين يوم شفتك تمسكين كانت عيونك تقول تكفى حلمي اطلعه قمت اغني واخفي بصوتي وجعه واخفي بصوتي وجعه جيتي تشكين العطش ومن رميت بوسط قاعك كلمتين ادري انها اورقت بك غيمتين ورحتي تمشين بربيعي جيتي تشكين العطش ورحتي تسقين العطش وابتدت منك الحياه اغنيات العشق الاخضر والزهور تحت صوتك كانت الدنيا زحام والمصيبه اني اكثر شيء فيهم يفتعل هذا الزحام قلت قطره قلتي تبكي قلت ودي لكن بصدري يا عمري عزوة عيت لأبكي والتفتي وثم ضحكتي وقلتي تعريف الطبيعة عاشق أصفر وبنت طايرة في كامل ربيعة ما دريت من وراء عيونك مدينة ليل لمست الناس بيدك ما دريت إن المصافح يختصر كون بيمينك ما دريت البحر يسكن وسط جوفك لكن أدري المشاعر بسفينة ما دريت وادري اني لو دريت ما تلامسك السفينة ليل لمست بروحي تلمس فيك موتي واندثرت لين نيل الف ليل في غروري وصغرت لين ليل الف ليل في وريدي وكتبت سافر الخنجر في عمري من يديك طعنتك تذبح وانا استنزف رضاك والله قبلك جيت وبيثار يبيك وثري دمي ديته خنجر غلاك من يحبك ما يحط حدك شريك وانا احبك من هنا حتى الهلاك فيني شوق لابتدا بك ينتهيك ثم عاود لانتهابك ابتداك اتعبك عند الوله ودي ارتويك يوم نعس بالشفايف كل ظماك يا كريمة بالجمال اللي عليك عن وجيه الناس يوم الله عطاك يا كريمة بالجمال اللي عليك عن وجيه الناس يوم الله عطاك حدري بكفك يا عمري واعتليك صافحيني يسعد الوقت وسماك هذا وجهك ولا نور يعتليك من أشوفك يجهض النجم بمساك سافر الخنجر في عمري من يديك يا حلو ذبح المسافر من غلاك راهية ولكن أنا كنت أظنك راهية للأمانة أنت قدرتي تنفي شاعر من لسانه والدليل أنك سلبتي زعفراني وبجديات الصهيل قولي وبحور الخليل وغنيات العشق الأخضر والزهور يا عيوني لا تطيح الدمعة لا تطيح صاحبك ما يوم خانك لا تخونيه وتطيح صبريها لين ترحل مستعد كلي أطيح طرح الفنان عبد القادر الهدهود أول ألبوم غنائي له ويمكن الفنان عبد القادر الهدهود ظهر للمشاهدين من أول مرة من خلال مسلسل دروب الشك كممثل ولكن لما نسأله يقول بأنه قبل التمثيل كنت أحضر لألبوم غنائي ولم أكن أفكر في التمثيل ولكن التمثيل جاء عن طريق الصدفة وما زال يقول بأن الغناء يعتبر في المرتبة الأولى والألبوم الغنائي كان يحضر له من 3 سنوات تقريبا وأخيرا نزل له الألبوم في الأسبوع الماضي ونتمنى له التوفيق في أسرة برنامج فنون إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرات هذا الأسبوع إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم أبعث لكم تحيات أسرة هذا البرنامج ونعرض لكم حاليا عنوان وهواتف البرنامج على تتر النهاية فإلى هنا نقول لكم إلى اللقاء.
Yeah, 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 no more.